فرصة أخرى للتعبير عن تقدير الجهود المنقدين وسلوكهم في نبذ الكسل والاستفادة اللي تحصلوا عليها من خيرات أرضها واستخراج ثرواتنا بسواعدهم طاهرة وبقوة إرادتهم. هذا الجهد الكبير يشكل مساهمة مهمة في بناء اقتصادنا الوطني، ولا يسعني هنا إلا أن أنوه به وأشكرهم جميعا إدارة ومنقبين ومستثمرين. مجهودات المنقبين وإرادتهم القوية هذه تولد لدينا شعورا كبيرا بالاعتزاز وبالفخر بهم، لكنه يشوبه من حين لآخر شيء من الحزن والأسى كلما تعرض أحد أبنائنا لحادث مؤسف في إطار ممارسته لهذا العمل، ويكون هذا الإساء مضاعفا وأكبر وأثقل عندما يحصل ذلك بسبب ارتكاب أخطاء لا داعي لها بصراحة، كتجاوز حدود حوزتنا الترابية وكعدم احترام إجراءات السلام. إن هذا الأمر غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر، وأدعو الجميع للتعاون لنحترم بصرامة كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر. لا تحتاج أهمية هذا القطاع وما أوليه له من عناية إلى دليل، فقد واكبته في كل مراحله، كنت من أجله في زوالات، وكنت من أجله في الشام، وأنشأنا من أجله مؤسسة معادن موريتانيا، وها نحن اليوم معكم في نواكشوط لنضع حجر أساس مقر مؤسسة معادن موريتانيا. ولأن المجال الاجتماعي هو محور اهتمامنا وفي صدارة أولوياتنا، فقد أعطيت التعليمات بإنشاء صندوق اجتماعي خاص بالحالات الإنسانية في إطار نشاطات التعدين الأهلي، وقد ألزمتهم بأن يتم تسييره بكل شفافية وموضوعية، وأن يصل تأثيره إلى كل مستحقيه بكل أمانة وبكل دقة، وسيوضع مبلغ مليار أوقية قديمة من طرف معادن موريتانيا في هذا الصندوق لسنة 2023. واستجابة لرغبتكم أيها المنقبون، فسأعطي تعليمات أيضا بضم منطقة تمايا بتازياس لأروقة معادن موريتانيا. وفي ذات الوقت فإن هذه مناسبة لتأكيد صرامة السلطات الإدارية والأمنية في منع ممارسات النشاط خارج الأروقة المخصصة لمعادن موريتانيا، والصرامة أيضا في احترام كل القوانين
والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة وفق القانون دون أدنى تردد. والسلام عليكم ورحمة الله.